استمرارا في انتهاك العهود والمواثيق التي تعقد مع جماعة الحوثي والمخلوع، والتي أصبحت عند تلك العصابة عمل روتيني بل صارت كوجبة من وجباتهم. مديرية المصلوب التي تحررت في الشهر الماضي ولم يتبقى منها سوى الجزء اليسير والذي كانت في طريقها إلى التحرير الكامل لولا اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها اليوم تواجه موجة عارمة من خروقات الميليشيات الحوثية لهذا الاتفاق، فقد تم تسجيل أكثر من 40 خرقا للهدنة منذ بداية سريان الاتفاق في العاشر من الشهر الجاري، والذي تقوم تلك الميليشيا بشن هجمات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وتحشد قواتها لشن هجمات أخرى في مختلف جبهات المصلوب وغيرها من الجبهات في محافظة الجوف. احنا أسلحتنا مغطاة والآن ملتزمين بهدنة كاملة، ولكن لحتى الآن أكثر من 47 اختراق للعدو الذي قد اخترق الهدنة. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية منذ إبلاغهم بوقف إطلاق النار لم يتعدوا على ذلك البلاغ وأدخلوا السيوف في الأغماد حرصا منهم على الالتزام بوقف إطلاق النار. التزمنا بالهدنة والمواثيق الدولية التي قاموا بها الأشقاء نشكرهم على ذلك، ولكن العدو قام باختراق الهدنة يعني بعد الهدنة بعدة دقائق، ونحن الآن يعني في موقف دفاع. وفي الوقت ذاته يحذر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الميليشيات الانقلابية من استغلال صمتهم جراء العدوان المتكرر على الاتفاق، وأنهم جاهزون للرد القاسم في حال أمرت القيادة العسكرية بذلك. ودعا المرابطون في مديرية المصلوب القيادة العسكرية ودول التحالف والمجتمع الدولي إلى النظر إلى ما تقوم به الميليشيات الانقلابية من خرق واضح للهدنة. نبلغ قادات العسكريين وقادات الدول التحالف أن العدو لازال يخترق الهدنة في كل دقيقة، ولا نلتزم بالشروط. إلى ما توقف زحفنا وانطلقنا، ولا احنا بعيدين عن ذلك، لكن معنا أوامر رادعتنا. من مديرية المصلوب صالح مبخوت لقناة سوائل محافظة الجوف.